السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب تالتة ثانوي، ومكملين إن شاء الله مع بعض فيديوهات مراجعة مادة الفيزيكس. إحنا كنا بنحل في شابتر 2 في الكتاب المعاصر فاينل ريفيجن، وقفنا في الفيديو اللي فات لغاية السؤال نمبر 93، هنبدأ 94. السؤال بيقول، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. In the opposite figure, three straight long parallel wires are carrying equal electric current I. If the current in wire Z gets increased to 3I, the magnetic force that affects wire Y will dot. بالنسبة للماجنتيود قيمتها والدايركشن، شوف بقى ايه اللي هيحصل. الأول كده الإكس ده واير واي ده الواير واي أثر بكام؟ هيتأثر ببي من عند الإكس وبي من عند مين؟ الزد. طب هم عكس بعض ولا مع بعض؟ لا عكس بعض، لان الزد هيأثر عند الواي هيبقى اوت اوف ذا بيج والاكس هيبقى انتو ذا بيج، فهتجيب البي اللي بتأثر على الواي في الحاله الاولانيه عباره عن 2 تايم 10 باور نيجاتيف 7 تايمز الاي اللي جاي من الاكس اي، والمسافه بينها وبين الواي دي ماينس الاي اللي جاي من الزد اي، والمسافه بينها وبين الواي 2 دي. يبقى انت البي y 1 equal 2 times 10 باور نيجاتيف 7 تايمز تحت هنا 2d، وهتبقى 2i minus i اللي هي ايه؟ i بس التوره واحد مع 2، يعني البي اللي بتاثر على الواي في الحاله الاولى equal ايه يا شباب؟ i times 10 باور نيجاتيف 7 over d. تعالى بقى لما نزود الالكتريك كارنت بتاع الواير زد دوت يبقى 3R، يبقى هتقول البي اللي بتأثر على الواي في الحالة التانية ايكوال 2 تايم 10 باور نيجاتيف 7 تايمز اللي جاي من الزد. خلي بالك انا كنت الاول اللي قلت اللي جاي من الاكس، فهنا هيتعكس وهقول لك هيتعكس ليه، عشان هتكون هو الكبيرة 3R over cam 2d 3 over 2 1.5 يعني 1.5 minus اللي جاي من الاي من الاكس اي بس، والمسافه بينهم دي بس، ف 1 over 1 1 يعني الاولانيه 1.5 والثانيه 1 فاكيد اتعكست، فيبقى جيت ريفرست على فكره ايكوال 2 تايم 10 باور نيجاتيف 7 تايمز وتحت هنا 2d، وهتبقى هنا طبعا 3i وهنا 2 دي كام دي؟ 3i minus 2i فهي i بس فوق، فهي ايكوال هتلاقي التورة واحد مع 2، فهتبقى i times 10 باور نيجاتيف 7 over d. بص للقيمتين دول، القيمة ديت والقيمه ديت يبقى نفس الماجنتيود، يبقى نوت تشينجت وجيت ريفرست. يعني الاول انا خدت الاكس ماينس الواي، وبعد كده خدت الاكس ماينس الزد، وبعد كده خدت الزد ماينس الاكس فاتعكست، فجيت ريفرست في الاجابه دي. جيت ريفرست يعني تتعكس. نيجي للتورك، احنا عارفين التورك ايكوال بي اي اي ان بيان ساين ثيتا، محدش ينساها، بس الثيتا ديت هي الانجل بتوين بيربنديكولار تو ذا اريا اند فلكس او ماجنتيك فلكس او ماجنتيك فيلد او بيربنديكولار او ماجنتيك فيلد اند اريا. المهم احنا عندنا كويل موضوع ان فور ماجنتيك فيلد هوز دايركشن از بارالل تو ذا بلين اوف ذا بيج اند تو رايت، يعني متجه يمينا قدامنا اهو، ده اتجاه البي اكسترنال ايه؟ افكتد فيلد. اوكي عاوز ايه بقى؟ Which of the following position represents the greatest value of the torque؟ اكبر تورك لما يكون الفريم او الكويل بارلل. ليه؟ عشان لما تيجي تاخد انت البربنديكولار عليه هيكون مع الفيلد عامل 90 ديجري، فالثيتا ب 90 فالساين ثيتا بكام؟ ب 1، فالاجابه هتبقى ايه؟ السؤال الثاني مديك هنا رينج معطوه هنا حته صغيره مش هتاثر يعني، فاعتبر ال ان ب 1 هنا انت بتحل يعني، عشان ايه ما تقولش يا مستر مش عارف ايه. المهم
الريزيستنس بتاعتها بكام؟ 0.16 اوم، وحطيناها في ماجنتيك فيلد 0.5 تسلا، ده البي، ووصلناها ببطارية 20 فولت، ملهاش ريزيستنس، ملهاش انترنال ريزيستنس. يعني هو عاوز ايه بقى؟ عاوز التورك اللي بيأثر عليها. التورك عبارة عن ايه يا شباب؟ بي اللي جاي من بره تايمز الاي اللي بيمر فيها تايمز الاي بتاعتها اي اي ان، الان هنا 1، ساين ثيتا هو قال لك هي بارلل، فالساين 90 بكام؟ ب 1، فمش هيأثر معانا طبعا. البي 0.5 الاكسترنال، والاي اللي هي الفي باتري اوفر الار اللي هي 20 اوفر 0.16، والاي اللي هي باي تايمز الار باور 2، الار يا شباب اللي هي 0.3 وما تنساش الباور 2 تايمز الان هي واحده بس. اعملها كده وعيش حياتك كده على الكالكوليتر، هتطلع لك 17.7 نيوتن متر. فالاجابه دي مش هتنزل. ماشي. بعد كده 97، امثله ريكتانجلر فريم اي بي سي دي از بليسد ان ذا سيم بلين بتوين ذا تو لونج ستريت اند بارلل وايرز. حلو قوي. If currents of equal intensity I are set up in each of them as shown in the opposite figure, the coil frame will هيبقى ايه بقى؟ روتيتس. بص بقى يا سيدي، لو انت كده بصيت، هو عشان يلف ده لازم يكون عندي تو سايدز يتأثروا بقوة عكس بعض واتنين يلغوا بعض. فلو انت كده بصيت في اللي قدامك ده هتلاقي الالكتريك كارنت او الالكتريك فيلد يعني اللي جاي من ده اللي بعمل لك عليه بالاورنج ده اهو كده، هتلاقيه انتو ذا بيج. ماشي. طب والتاني اللي جاي من ده وكده هتلاقيه انتو ذا بيج برضه، اكسات برضه او اكسس كده. فالاثنين بيأثروا بقوة البي بتاعتهم into the page. تمام. هتلاقيهم بقى كلهم يتأثروا بنفس القوة in opposite direction. يعني كل اثنين هيتأثروا ب two forces equal in magnitude and opposite in direction. بمعنى ايه؟ السايد اي بي دوت اهو ده كده، لو انت كده بصيت الفلاكس فيلد او ماجنتيك فيلد كده انسايد او انتو ذا بيج، والالكتريك كارنت بتاعه ابورد، يبقى الاف اللي عايز يتاثر له ايه؟ شمال. طب سي دي اهو كده وكده في يمين، فدي القوتين قد بعض وعكس بعض في قد بعض في المقدار يعني وعكس بعض، فمش هتأثر مش هتعمل حاجه. طب تعالى البي سي، البي سي دوت اهو كده وامشي كده عاوز يتأثر بفورس ايه؟ لفوق. طب تعالى السي دي اهو كده وامشي كده يبقى لتحت، يبقى كل الفورس المؤثره عليها تلغي بعض. طالما هتلغي بعض يبقى ايه؟ مفيش اي فرصه هتأثر خالص. ما اصلا التورك عباره عن الاف تايمز الدي، اذا كان النت فورس هنا ايكوال زيرو يبقى زيرو تايم اي حاجه بزيرو، فالاجابه نت بي افكتد باي تورك، مش هتاثر بايه؟ بتورك خالص. اللي بعد كده نمبر 98، A rectangular coil that carries an electric current is placed in the magnetic field of flux density 1.2. If the coil is affected by a magnetic dipole، dipole يا شباب اللي هو ايه؟ اللي هو الام دي، وهو طبعا فيكتور، هو اي اي ان، محدش ينساه. المهم مديها لك 50، and the plane of the coil inclined by angle كام؟ 60. يعني الكويل ده كده
عامل 60 مع الفيل 60. مش باخد الانجل 60 يا شباب، باخد البربديكولار على الماجنتيك فيلد والكويل اللي عند ليها كام؟ هتبقى 30. طب هو عاوز ايه بقى؟ عاوز ذا تورك. التورك ايكوال بي تايمز الام دي كوزاين سيتا، معروفه يعني. ما الام دي اللي هي اي اي ان، بدل ما كنا نقول بيان هتقول بي ام دي كوزاين سيتا. التورك بقى البي بكام؟ 1.2، والام دي 50، وكوزاين كام؟ 30، مش كوزاين 60، يبقى 1.2 تايمز 50 تايمز كوزاين 30 ساين. كوزاين ايه؟ ساين 30. ايكوال 30، فهتكون ايه بقى؟ 30 نيوتن متر اللي هي 98 بي. بعد كده the opposite figure represents rectangular frame that carries an electric current while being in the plane of the page parallel to the uniform magnetic field. So the direction of the magnetic dipole moment on the coil is thus. هو عاوز مين بقى؟ الماجنتيك دايبول. حلو قوي. طب تعمل ايه بقى؟ بتاخد انت الاتجاه بتاعه بيحدده ازاي؟ بالظبط ممكن بالرايت هاند او بالماكسويل. ازاي يعني يا مستر؟ هقول لك اهو. هفتح لك الكاميرا عشان تشوفني. انت بص اتجاه الالكتريك كارنت انا ارسمها لك اهي ماشي اهو. بص كده. ماشي كده، ماشي اكنه ايه؟ كله كويس، اكنك ماسك مسمار اللي هو بيربط ده، حطه كده في النص وامشي كده مع الكرنت اهو، اكنك بتضرب كده انتو ذا بيج. طيب حاجه ثانيه، اعمل بايدك كده اهو، ده ايدك ديت اكنها هي الكويل اهو كده كده. الماجنتيك دايبول على طول اكنه كده بيربنديكولار على مستوى ايدك بالظبط كده. وما تعمل كده اكنك بتعمل ايه؟ اكنك بتعمل انتو ذا بيج، اكنك بتخرم في الصفحه اللي قدامك، فيبقى بيربنديكولار انتو ذا بيج. الاجابه سي. نمبر 100، ا كويل از بليسد ان ا فورم ماجنتيك فلاكس اوف دينستي بي وير اتس بلين از بارل تو ذا فيلد وين ذا الكتريك كارنت اوف دينستي اي از سيت اب ان ذا كويل ات جيتس افكتد باي ا تورك of magnitude T. If the magnetic field strength become greater, يعني هو زود ال B, while the coil remains parallel, فضل parallel زي ما هو to the field carrying the same current intensity I, نفس ال I, the magnitude of the torque that affected the coil becomes thus. هو عاوز التورك يعني. التورك ايه اللي هيحصل له؟ طب انت عارف التورك ايكوال ايه؟ B I A N sin theta. تمام. اي اليمنت او اي عنصر من دول لما يزيد التركه هيزيد. هو قال لك البي زاد يا سيدي، فاكيد التركه هيزيد. هو التركه كان تي، فهيبقى جريتر ذان ايه؟ تي. 101، تو ريكتانجلر كويلز اي وبي ذات هاف ذا سيم اريا، نفس الاريا وذا سيم نمبر اوف تيرمز، يعني الان والاي ثابتين، وكارين كارنت اوفر ريشيو ها while being emerged in a form magnetic field، حطيناهم في magnetic field كده منتظم، such that their planes make an acute angle theta with the field، نفس الثيتا برضه. So the ratio between the torque affects each coil TA over TB. حاجات دي سهلة خالص يا شباب. TA over TB هو T أصلا BIAN sin theta. السيتا ثابته، والاي والان والبي دول ثوابت، هو الاي بس اللي بيتغير، فايكوال ايه؟ اي اي اوفر اي بي اللي هي اه طبعا. فالاجابه سي. 102، اواير اوف لينث 16 سنتيمتر از بنت تو فورم وان تيرن سكوير كويل
Then it is shaped to form a square pair of two identical terminals. Oh, my L equal N times the perimeter بتاعه. The perimeter بتاع السكوير يا شباب 4L. تمام. بس هاخدها 4L كده. فال L بتاع السكوير ده كان 16. عملنا منه لفة واحدة. لفة واحدة بس. ف 4L. فال L هنا الطول بقى يبقى كام؟ هيبقى 16 ضرب 4 يبقى 4 سنتيمتر. طب لما عملنا لفتين هتقول يا مستر 16 ايكوال ال N كده ب 2 تايمز 4L. يبقى ال L بقى يبقى 16 اوفر كام؟ اوفر 8 يبقى 2L. ثواني كده عشان ايه المكان. يبقى ال L بالنسبة لنا ايكوال هتقول 2 سنتيمتر. ماشي. المهم if currents of the same intensity are set up in the coil in both cases the magnetic dipole momentum of the coil in the first case will be its magnitude in the second case. يعني هو عاوز ام دي في الحاله الاولانيه اوفر ام دي في الحاله الايه الثانيه ايكوال اي اي ان ديفايدد اي اي ان. هو قال لك ان الاي ثابت بين اي 1 وان 1 واي 2 واي 2 ان 2. ماشي. الايه الاولانيه يا شباب 4 بس السكوير الاريا بتاعته ايه؟ لينس تايم لينس او لينس باور 2 اللي هو 16 يعني. تايمز الان الاولانيه بكام؟ ب 1. طب والاريا الثانيه اللي هو ديت 2 باور 2 4 تايمز الان بتاعته ب 2 يبقى ايكوال اكنها 16 اوفر كام؟ اوفر 8 يبقى اكنها 2 اوفر 1. يبقى هو ايه؟ دبل. يبقى في الحاله الاولانيه دبل الحاله الثانيه. ما الحاله الاولانيه كان 2 الحاله الثانيه كان ايه؟ 1. يبقى دبل 103. Which of the following graph represent the variation of the torque that is affecting a coil carrying an electric current and placed in a four magnetic field versus the angle theta between the coil and perpendicular and the perpendicular line of the field during the rotation of the coil through half cycle from the perpendicular position. Perpendicular position يعني هو بيكون التورك ايكوال كام يا شباب؟ ممتازين والله ايكوال زيرو. لو قال لك parallel position فبيكون التورك بكام؟ ب 90 الماكسيمم قصدي الماكسيمم فاليو يعني. طب تمام. طالما التركي ايكوال زيرو بيبدا من الزيرو. خلي بالك التركي بيتغير مع الانجل دي مش نافعه. وهبدا من الزيرو دي مش نافعه وهبدا من الزيرو دي مش نافعه فالاجابه تبقى ايه؟ هتبقى دي. هبدا من الزيرو ويزيد لما يبقى بارلل وبعد كده يقل لما يبقى بربنديكولار وهكذا ويكمل يعني كده. 104. The opposite graph represents the relation between the torque T acting او عبر T يعني والA والB. فهو عاوز ايه؟ عاوز magnetic dipole. ال M D equal T over B اللي هو equal السلوب هنا يعني. طب السلوب equal بقى يا شباب؟ هتقول لي يا مستر 12 over 0.8 هتقول لك 120 over 8 يبقى 15. ف 104 هتبقى B اخر واحد. بقول لك العلاقه هنا بين التي والثيتا او بين التاو والثيتا اكيد التاو بيتغير مع الثيتا. هو بادئ هنا منين؟ من perpendicular position. تمام. وبعدين بقى عاوز العلاقه من الام دي والثيتا ملوش دعوه ثابت لان الام دي يا شباب مش بيتغير اصلا مش بيعتمد غير على ثلاث حاجات الاي والاي والان.
والكويل الواحد الاي ثابته والان ثابته، لو عنده كويل واحد ممكن الاي هي اللي تتغير معاه. يعني امتى بينعدم الماجنتيك دايبول؟ لو الكتريك كارنت انتنستي ايكوال كان زيرو، الحاله الوحيده، فالاجابه تبقى ايه؟ بي. وخلي بالك لو جاب لك بين الام دي والبي مالوش دعوه، لو جاب لك بين الام دي والتورك مالوش دعوه خالص نهائي. الام دي ايه؟ ثابت. ممكن التورك ايكوال زيرو، يوصل لزيرو مثلا، ما بيتغير مع الثيتا، انما هو الام دي مالوش دعوه. الام دي اللي هو الماجنتيك دايبول على طول ليه قيمه لو الاي موجوده، لو في اي، لو في انتنستي الكتريك كارنت انتنستي بيمر في الكويل، واتجاه على طول بيربنديكولار تو ده كويل بلين، يعني الايد ديت هي الكويل بلين، والقلم ده هو الدايركشن بتاع الماجنتيك دايبول، يكون هو على طول بيربنديكولار عليه كده. اعملها كده وهتريح نفسك خالص. كده الحمد لله خلصنا التورك خالص. المحاضره اللي جايه او السيشن اللي جايه هيبقى على ايه؟ هيبقى على الالكتريك ديفايسز. شد حيلكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.